بس لو شربت فنيال قهوة زيادة بس توي دلة قهوة رسمي. ما تقهوينا وايد يا أمي، هاي سادس دلة اليوم بس. عيال انتي بتستوين بومة رسمي، شو رايكم باكر المسا اللي ما عندي وأنا بسوي لكم كوفي؟ يا هالكوفي اللي مو بيعزلنا نحنا يا أمي، القهوة بلية هيل، شرات الليل بلية سهيل، ولا شرايك يا مسلوم؟ صدقت يا أم سعيد، القهوة بلية هيل، شرات الليل بلية فيل. ويدي الفيل من وين يا أم سلوم؟ يقول لك اللي ما يعرف الصقر ياكل عومة. ويدي ويدي، انزين واللي في الجدر؟ اللي في الجدر يا أمي يا سعدالي. يا أمي هاي خرفة يتجلى في القصايد والأمثال الأولية. لا، وفي التكنولوجيا بعد يبدع أكثر. أم سلوم هذا شو؟ هذا يا أمي سجن، هي سجن خلق الله محبوسة فيه، وما تسمعين يقول لك غير حسهم. وحليلك يا مسلوم. يا مسلوم في أغنية معروفة كنت تغنيها وتعيبك. ايه يمي يمي يمايا، راعي البقر ما با أبا وليد عمي وبعقل العبا. بس انتي وهي لا تضحكون على الحرمة. القهوة اللي في بطني استوت فرابتشينو. أم علاوي ما وصيت عينك على مسلوم ليه ما توصل بيته؟ أم سلوم الدلين البيت؟ هي شقا ما دله، فوق فوق وعقب تحت، عقب ثالث لفة على اليمين عند بيت المخرفة. أيوة عاد بيت المخرفة هذا بيتك. يلا في مال الله. باي أم سعيد. حفظ الرحمن يا أمي. ويدي بلا هالقطو، ما ادري بستخف يمكن شاف بومه. يلا مع السلامه. يلا مسلوم. اوكي مسلوم، عدي لين 20 وبتوصلين بيتكم في هذا الاتجاه. اوكي انزين 20 طوال ولا قصار؟ قولي مسلوم واحد ومسلوم اثنين لين ما توصلين مسلوم 20. يلا good night. مسلوم واحد. يا سلام. مسلوم ستة. مسلوم سبعة. مسلوم 12. مسلوم 13. مسلوم 14. 17. أم سلوم 18. أم سلوم 19. أم سلوم. الله يرحمها. نمت. يحيي العظام وهي رميم. أم سلوم أنت بخير؟ هي بخير، راسي حار بس. لازم بيكون حار. أي الحج يرقى قدام دجة بيتهم يا المخرفة؟ مخرفة؟ أنت شكلك عديتي لين 19 بس، وأنا قلت لك عدي لين 20. هذو الدخترية ويا بالأشعة. في شيء بس مو قادر أعرف شو هو بالضبط. ما تعرف غير ان مخها قد الفاصوليا، ولكن هذا شيء نعرفه من زمان. لحظه شو؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الظاهر ام سلوم حد فلعها بحصاء وفقدت وعيها. حد فلعها بحصاء؟ وعلي عن شم سلوم. دكتور هاي ما حد يفلعها بحصاء، هي اكيد ضربت الحصاء براسها. ترفي الضربه سوت لها ارتجاج، ففي احتمال كبير يا انها فقدت كل الذاكره. زين يعني ما فقدت شيء، او انها رجعت لها الذاكره كلها.
شو؟ ويدي بلاكن ساكتات جني يا يمكن حد غريب. لا حشة، منو غريب؟ معلاوي حد غريب عندنا؟ ها ما ادري. لا لا ما ظني. ام خماس حد غريب هني؟ ها لا، بس ما اشوف غراب برا، مزروغة. قري ولا تسيرين مكان، انا ادري شو بلاكن. كل وحدة زايغة ان يوم ردت لي الذاكرة بتذكر كل الاشياء اللي سويتوها فيا كل هالسنين اللي طافت. حشة يا امي، والله ما سوينا شيء، كنا نحاضيك ونراعيك وما نرضى الكلمة تنعق عليك. يا رج الله يا ام سعيد، بس اصابع الكف مو بسوى، واللي ما يعرف الصقر يشويه. يشويه؟ ما عليه، انا مو بقايله شيء الحين، بس باكر اللي في الجدر بيظهر الملاس. ملاس؟ ام علاوي ناوليني تلفونك بسوي حق سلوم. ما في خير هالولد، من العام ما شفته، ما ادري على منو طالع نساي. أم خماس بس باقي تغني وبتكمل. ما يرد. أم علاوي طرشي له مسج، قولي له أمك تباك مر عليها. أنا بسير البيت، خاطري في بثيثة. أشوى يمي يمي يمايا، راع البحر ما با، أبا وليد عمي بخن يرى ورداه. ويدي هذيلا من الصبح ما لها نحس، القهوة بردت. لا يكون أم سلوم استوى بها شي بعد. ألو أم سلوم؟ لا لا ما بلاي شي، بس أول مرة في حياتك تتصلي بي. وينكم؟ في بيتك؟ وعندك تلفون بعد في البيت؟ يا حافظ البرز اليوم هناك؟ انزي على أمرك الحين جايه. انا ما ادري ليش هالبيت شي متعفس، قلنا مخرفه بس شي اندوج. حد يحط البهارات عند التلفزيون؟ لانك كنتي تتحسبين التلفزيون فرن والثلاجه كبت، صح؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هاي احلى قهوه طعمها في حياتي. هاي ام سعيد شو القهوه؟ زينه، يباله هيل زياده. برايه دام راع المال راضي، البيدار شو يعور راسه؟ الحين انا بيدار؟ ويدي ام سعيد هذا مثل يمي، ليكون ما تعرفينه. ها؟ لا امي انا اعرف الامثال كلها. عيال قولي وياه، كان في الهند عيش. ها؟ من جسمع الفقارة؟ كان في الهند عيش بابي يسد دراويشه. هيه عاش مسلوم. عيال انتي قولي، يوم الحية ما بغت ترعى ويوم المحل طاب مرعاها. هيه عاش مسلوم عاش. إذا أنت أمير وأنا أمير ما تم في الوادي حصير. أسميك مخرفة يا أم سعيد، شو حصيرة؟ إذا أنت أمير وأنا أمير منو بيقود الحمير؟ أوه عاشت أم سلوم أم المذاهب والأمثال. لا تلومينها يا أمي، الكلب بين اثنين ذليل وبين ثلاثة جتيل. أم سلوم مثال يا أم سعيد مثال. أنا بروح بيتي أبركلي، ما أقول غير ياشين السرج على البقر. يا هالمثل اللي لاعت شبدنا وانتي تعيدينه. قولي يا أمي يوم نعلو الخيل قالت الخنبسانة نعلوني. حي الله مسلوم، حي الله من المذاهب والأمثال، حي الله ختي اللي عرفه من 30 سنة. 31 سنة و25 يوم و4 ساعات ودقيقتين. هيه ما شاء الله المخ استوى كمبيوتر. وين نسيت اخبركن. معقول ام سلوم نسيت شيء؟ البارح في الليل عقب ما روحت ام علاوي عني وانا راد بدخل البيت كان اللحد فلعني بحصاه. الحمد لله الحمد لله. بلاش ام سلوم المخرفه ردت، الغاليه الحصى طاحت عليك من يومين مو بالبارحه، واللي ما يعرف الصقر شو يشويه. الغاليه استريحي، استراحت عليك بقره. ام علاوي شيكي لي المسكول. ويلي تتكلمين انجليزي؟ اوف كورس دارلين، مي اند ام علاوي ستاديد انجلش توجذر. وي ديد
يا هالنسيان لي مهلكنكن هي الغالية في الملحق البريطاني وكنت الأولى على الدفعة. أها شو عرفها مسلوم؟ أكيد خرفت. خرفت كلمة فيها حرف الفاء يعني إف بالإنجليزي، هذا نفس الحرف اللي كان تارس شهادتها. مسلوم ما اسمح لك. I go home. Well I will go home. ما برات ليش أصلا باي بيرزنا يخرفنا تروز بدينا أم علاوة بتشي جانش أصلي باينا أمروز برخوننا ألم يام خونم قصالت بزن. هذا عاد يمي مو بإنجليزي. حسبي الله عليك يا مسلوم، اسميك خفيف الدم وسوالفك ما تنمل. اوه الوقت تاخر ولازم ارد البيت من اصبحت وانا اطبخ وانفخ. اوه على طاري الخياس يا امي، ذكريني باكر اعطيك من بضاعتي لاني اظني بضاعتك مو بزينه. مسلوم شو قصدك؟ مو بقصدي شي الغالية، انتي حرمة سمينة شراتي ووايد الدابتين وتبذلين جهد وانا ربيعتك ولازم انصحك. انزين فمعنى الله. يمي انا هالحالة مو بيستلي ترى، والله لو ادري انه مسلوم بدون خرف شي كان والله ما خويته. صدق يوم قالوا ان النسيان نعمة. لا والله حرام تظلمون الحرمة، صحي مرات تخورها في الرمسة بس احسن بوايد من يوم كانت مخرفة. حصاتين فارين علي البارحة. منو؟ ويدي انتو وين يا السات؟ عشدي يا امي هالمكان مو ببيت. ام سلوم لو سمحتي كله ولا السرايا مالتي. اف انا قايل بعطيك البضاعه مالتي، ما ادري ليش نسيت. يمكن فلعت الحصاه نسيت يمي، ولا انت كمبيوتر ما يفوتك شيء. قل اعوذ برب الفلق، مو بزين الحسد يا ام سعيد مو بزين، بتموت الدياي وعينها على السبوس. انا دياي يا بقره؟ مثل يا ام سعيد مثل، انا بصير اجيب بضاعه حق مخماس وبرد. يلا مع اللاوي فما الله. اوه فمان الله فيها حرف الاف بعد شريتي. زياريني بتطلع من هالحرمة. ام خماس انا ومعلاوي نبى نقول لك شيء. شو تذكرين يوم ام سلوم قالت من يومين حتفرها بحصان؟ انا فريتها يا امي، وتوها مو بام سلوم قايله ان حتفرها بحصاتين؟ انا وام سعيد فريناها. قلنا دام ان الحال اللي هي فيها يتها من فلعة حصاه بنفلعها، يمكن ترد ام سلوم الاوليه. بس لا نفع وياها لا حصاه ولا حصاتين. عيلي امي عليك بطابوقه. ويدي بتموت الحرمه. دحنا نقول ثلاثتنا نفلعها بثلاث حصى صغار، يمكن تنعكس الايه. وشو تتريون الى السقف؟ مستعدات؟ واحد اثنين ثلاثة. يرحمها. منو مات؟ هو الدكتور يا مستحيل، كيف تجي الحرمة المسكينة انفلعت مرة ثانية وبكذا حصاة؟ الحصاة اللي هني سرعتها خطيرة. هاي أنا. انزين دكتور بشر فقدت الذاكرة؟ أقصد هي بخير؟ والله ما أعرف، بس أكيد يا إنها ما استوابها شيء أو إنها ردت على حالها الأول اللي كانت عليه. أم سلوم؟ ها اللي ما يعرف الصقر شو ياكل عومه.